ننتقل بكم مشاهدينا لعرض حديث لرئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني خلال استقباله المديرين العامين الجدد إلى هناك. لا يوجد مسألة وقت ودوام أبدا، كثيرا لدينا عمل ليل ونهار. كل مدير عام أيضا عدة أدوات، مسؤولي الشعب جناب لاختيارهم وأن يخضعوا للتقييم دائما ويكونون ضمن السياسة العامة للدائرة. اختيارهم قريب من عندي هذا خوش، هذا هو نجحك. الشعب وواقف أمام كل القاعدة والإرهاب الأعمى والاضطرابات السياسية، وانتهاء بالمنازلة مع داعش قدمنا خيرة شبابنا شهداء وجرحى. ده نشوف احنا في كل المحافظات من الجول فقط الصور واليافطات والشارع الشهيد الفلاني وبناية هذه تضحيات الشعب. قدم أبناء بعد شي يقدم أكثر من هذا؟ احنا هسه المطلوب من عندنا يعني ننزل للميدان وكأننا نازلين المعركة، هذا أبسط شيء نقدمه له، هذا الأمن والاستقرار وهذا التوجه والخطة. وقاعد نبني الدولة بفضل من؟ بفضل دماء هذه الشهداء، دماء طاهرة عزيزة لها كرامة كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. هذه هي المسؤولية الشرعية أخوان أخواتي، في نعرف قيمة ما لدينا من شعب عظيم يستحق الخدمة. أي مدير عام لازم يفكر ألف مرة بالقرار بالإجراء بعمله اليومي، إيش قد هو حقق فد شيء للمواطن اليوم اللي يمر، وهو ما حال مشكلة للمواطن، ما نازل للاستعلامات وشايف المواطنين اللي جايين من محافظات أو من أطراف المدينة بشق الأنفس حتى ينجز معاملته. إذا ما شايف هؤلاء المواطنين، إذا ما راجع فد برنامج إلى علاقة بالمواطنين، والله أنا أعتبر هذا يوم خسارة ما محقق بشيء. أريد من المدير العام يعمل وفق الرؤية الوطنية لكل العراقيين، وما محسوب على جهة سين أو صاد، ما أريد أنا ألفظ هذه العناوين. كنا عراقيين، واجبك من قعدت على الكرسي في هذه الإدارة تخدم كل العراقيين، لا تميز بين الموظفين، هذا شنو خلفيته، هذا من يا جهة، هذا توجهاته. أنت واجبك تخدم كل العراقيين، مو واجبك تخدم جهة أو فئة أو مذهب أو دين أو منطقة أبداً. انتوا ايضا هم خاضعين للتقييم، يعني الاخوات حتى يكون واضح، المدير العام الاصيل لا يعني انه عنده حصانه من التقييم ابدا، هذا التقييم سوف يستمر كل 3 أشهر لكل مدير عام اصيل او وكاله، ما دام احنا عندنا خطه والعمل وانجاز الاولويات. وهذا الحديث ما يتنفذ بالدعاء او بالتمني، يراد العمل متواصل ومتعب، يراد لأدوات ناجحة وفاعلة 24 ساعة. فإذا ماكو تقييم لا تنفلت الأمور. شلون تختارون أدواتكم؟ مثل ما ذكرنا في البداية، اختارينا بناء على سمعتكم، تخصصكم، نزاهتكم، موظفين مسلكيين في دوائركم. أيضا تختار
فريقك في داخل الدائرة، لأن هو أساس نجاحك. مهمة المدير العام في الدولة العراقية إيجاد الحلول، مو يدفع يكتب للوزير للتفضل بالاطلاع والتنسيب. انطي رأيك، بادر قول هذا الحل، هذا الحل، حتى الوزير يعطي القرار الآخر. الأولويات واضحة لحضراتكم، احنا نتكلم عن سنة وكم شهر بعد عمل الحكومة، فكون نشتغل ضمن هذه الأولويات بسرعة ونبحث عن أفضل السبل حتى ننفذها. بالنتيجة راح تنجح الإدارة العامة، راح تنجح الوزارة، راح تنجح الحكومة. نجاحنا كنا كفريق واحد، هو هذا الهدف اللي نسعى له، أولا أمام الله سبحانه وتعالى، وثانيا أمام شعبنا. عندها نعيد الثقة مع الشارع، مع المواطن. إذن مشاهدينا، كان هذا جانبا من حديث رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني عند استقباله للمديرين العامين الجدد. تحدث عن التحديات التي تواجه هذه الحكومة بدءا من إرهاب داعش وما قدمه أبناء العراق من تضحيات لأجل الأمن والاستقرار، وتحدث أيضا عن آلية تحقيق مطالب المواطنين والعمل تحت عنوان خدمة الوطن بعيدا عن التبعية لأي جهة أو فئة أو حتى إلى حزب. أيضا تحدث أن لا حصانة لمدير عام من خلال التقييم، سواء كان مديرا عاما بالأصالة أو بالنيابة، وضرورة خلق أدوات للعمل الناجح بناء على التخصص واختيار أيضا الفريق الكفو وإيجاد الحلول. وأخيرا تحدث من أن نجاح الفريق ككل هو الهدف لإعادة الثقة مع المواطن العراقي.